بسم الله الرحمن الرحيم. العمليه اللي معانا النهارده اللي هي ريبير اوف فورث ديجري برينيال تير. البيشنت بتاعتنا دي 28 سنه بارا 3 فاجينال. من اول ولاده كان عندها برينيال تير وما كانش ما كانش اتعمل له ريبير، وهي من المنزله. العينه بتاعتنا دي من المنزله. المهم السكند والثيرد ديليفريز زودوا الموضوع بحيث بقت انكونتيننت تو فليتس اند فلويد فيسز. ف اتعمل لها ريبير بره، بعد بره جامعه المنصوره، بعد الثيرد ديليفري من سنه تقريبا قبل ما جيلنا، وبرده فيلد. حصل ديسربشن اوف ذا ريبير وحصل ريكرنس اوف ذا كومبليت. فجت لنا بعد سنه من الفيلد ريبير، وهي زي ما حضراتكم شايفين كده، هنعمل لها ريبير للفورث ديجري برينيال تير. بعد حققنا الادرينال سوليوشن بتاعنا في الاوبريشن اريا ال 1/250,000 دايليوشن، بنعمل دايسكشن. هو طبعا عشان ايه نبقى فاهمين هنعمل ايه، احنا عندنا ثلاث خطوات اساسيين بنعملهم في الحالات دي. احنا عندنا في ديسربشن للايه الاكسترنال انال سفنكتر، كويس، والانتير ريكتال وول باين عندنا خالص في ديفيشنسي، وفي حته فايبرس تيشو في الفاجين. احنا كل اللي بنعمله بنبدا بعد ما نحقن الادرينال في الفيلد بتاعنا، بنعمل دايسكشن وسيباريشن للريكتو فاجينال سبيس، ريكتو فاجينال ايه اريا اللي احنا بنعمل فيها دايسكشن دي. بيطلع تقريبا فوق البرينيوم ب 4 سم 3 سم 4 سم على قد ما نقدر، نعمل كومبليت سيباريشن الفاجينا فروم ذا ريكتم اند ريكتو فاجينال ايه سيبتم زي ما احنا شايفين كده. طبعا الدنيا باينه بيضه كده، مفيش بلاد ولا حاجه، عشان ايه الادرينال سوليوشن اللي احنا حقنينه. بنعمل كومباينيشن ما بين الشارب دايسكشن والايه والبلان دايسكشن بالجوز لحد ما نكمل حوالي 3 4 سم فوق، وبعدين نهتم جدا بالايه السايدز بتاع الايه الاريا دي. يعني بنعمل دايسكشن في السايدز لان ده مهم جدا، وده بيبقى صعب عشان الفايبرس تيشو، وده كمان العينه دي فيها بريفيوس ريبير، يعني هيبقى الاناتومي ديستربد شويه. السكند بوينت ان احنا هنشيل الفايبرس تيشو اللي موجود عندك، لان ده ان هيلثي تيشو، وبعد الريبير لو عملناه وسيبنا الفايبرس تيشو بتبقى عامله زي النبص الكلاكيع كده، بتعمل ديسبارونيا وبتبقى ديسفيجرمنت، ما تبقاش مظبوط. يعني بنسيب هيلثي فاجينا طيب على قد المستطاع، بحيث ما نسيبش برضو ايه تايت فاجينا، ما نضيقش الدنيا قوي. الحاجه اللي بعد كده والخطوه اللي بعد كده، بنحاول ندور على اي ريمننت للايه الفايبرس تيشو بتاع البرينيوم اللي في البرينيال بودي. احنا هنا لقينا ايه الريكتو فاجينال سيبتم، في حته منه هتشوفوها في الوقت في الاخر ما بين الايه الفاجينا اللي احنا سلكناها لفوق والريكتم اللي لورا. الخطوه الثالثه ان احنا بنعمل ايدنتيفيكيشن تو ذا كات اندز اوف ذا اكسترنال سفنكتر في الجنبين. هم من غير ريبير قبل كده بيبقوا عاملين زي الغمازات، الغمازات في ايه في السكين من الجنبين كده، اللي هم كاتو اتاتش للسكن ده الاكسترنال سفنكتر. هنا الغمازات ما هيش واضحه قوي على اساس ان كان فيها بريفيوس فيلد ايه ريبير. بعد كده اهو بعد ما نعمل اكسبلوريشن او انكفرنج للكات انس اوف ذا اكسترنال سفنكتر، بتعلقهم على غرفتين او ثلاثه 2-0 فيكريل ونسيبهم لحد ايه الاخر. بعد كده اهو الموضوع بقى شكله شكل الايه شكل الايبيزيوتوم العادي، الميد لاين ايبيزيوتوم. بعد ما تسلك الدنيا كده يبقى شكل الايبيزيوتوم. في نقطه مهمه جدا جدا لازم ناخد بالنا منها، ان احنا اما نيجي هنقفل الاول بعد ما نعمل كومبليت دايسكشن. احنا دلوقتي بنعمل دايسكشن لمين؟ للليفت كات اند اوف ذا اكسترنال انال سفنكتر، بنمسكه على اليس او على كوخر ونعمل دايسكشن. اهو انا بايه بحسه الوقت اهو، بحسسه للايه للمساعد بتاعه، في حته فايبرس باند ميديا لو بشيلها ونمسكه بالاليس لو لابس حاجه، وناخد ايه الستي وبعد ما نسلك الناحيه الثانيه، نسلك الناحيتين مع ورا بعض وناخد اثنين ستي في الناحيه دي والناحيه دي ونعلقهم على ايه على خيط. وبعد كده اهو بعد كده بنقفل الفاجينا الفاجينال سكين عادي خالص لحد ايه لحد البرينيوم،
ونعلقها برضو، وبنروح جايين واخدين اتنين ستيتش في البيوبريك تاليز نحطها في الميد لاين ما بين الفاجينا وما بين الايه وما بين الريكتوم. الحته دي مهمه جدا. ليه هتعمل ليه؟ عندنا فايدتين. الفايده الاولانيه ان ما هتسمحش بحدوث فيستولا عشان الفاجينا والريكتوم هيبقوا ايه ان كونتاكت مع بعض، لا هيبقى في بينهم بين بعض الفايبراستيشن اللي احنا اللي قناه وخيطناه والبيوبريك تاليز. نمره اتنين هتعمل تون جميل جدا للفاجينا، ده مفيد في الماريتال ريليشن شيب وبيساعد في الكونتراكشن بتاع الايه الانس فيكتر والكونتيننس نفسه. وبعد ما ناخد الايه البيوبريك تاليز يعني قفلنا الفاجينا، وبعدين هناخد البيوبريك تاليز ما بينه ما بينها وبين الريكتوم، وبعدين نكمل ناخد بقى الاثنين الستي اللي احنا عاملينهم في الاكسترنال انال سفنكتر الكات ان الناحيتين، بنقرب التو انس لبعض بعد ما نعمل لهم ايه ريموفال اوف ذا فايبر ستيشن من عليهم عشان يساعد في الريبير بعد كده. وبعد كده بنقفل الايه البرينيوم بتاعنا عادي خالص بانتربتد سوتشر، بلاش كونتينوس خالص، واخدين بالها حضرتك ولا عشان لو حصل انفكشن ما حصلش ديسربشن. وبعدين يبقى العمليه بتاعتنا ايه خلصت وتمام التمام. بعد ما نخلص خالص بنعمل تيست بالبي ار نشوف الدنيا كونتينوس ولا فيها حته ميسد من ايه من انها تبقى ريبيرد. هنشوف بقى احنا قلنا الخطوات معظمها الوقت كلها دلوقتي، هنشوف ايه احنا بنعمل الكلام ده ازاي. انا دلوقتي بعمل ايه؟ بعمل ستاي في الكات ان بتاع الايه الاكسترنال انس فينكتر من ايه من الناحيه دي للناحيه دي، وبعلقتها على خيط اهي، واخد كمان واحده اتنين كفايه قوي الا اذا كانت ايه المسافه بعيده فاخد ثلاثه. وبعد كده اهو بنخيط الفاجينا لحد بره خالص، وبعدين قبل ما نربط الاكسترنال انس فينكتر باخد ايه اتنين غرزتين في البيوبريك تاليز من الجنبين اللي انا عملت دايسكشن في الجنبين. عشان كده في الاول بقول لكم ايه ان احنا مهم جدا موضوع الايه دايسكشن في الجنبين بحيث تعمل اكسبريشن للبيوبريك تاليز والايه الاكسترنال انس الكات الكات انس. طيب احنا قلنا هنخيط الايه الفاجينا خلاص واخدين بال حضراتكم، وبعدين هنخيط وناخد البيوبريك تاليز في النص نعمل بقى سيبريشن ما بين الايه الريكتم والفاجينا، وبعد كده نعقد الايه الغرزتين بتوع الاكسترنال انس سفنكتر و نخيط ايه الفاجينا البرينيال سكين بعد كده انتربتد. وهسيبكم ايه تشوفوا الكلام ده اللي احنا اتكلمنا عليه دلوقتي على الايه الفيديو اللي معانا. ارجو ان ايه ان تكون دي مفيده، هي خطوه سيمبل بس اهم حاجه قبل ما تدخل تعمل عمليه تبقى في دماغك اوبرتيف بلان، يعني هتبدا بايه وتمشي ازاي وتكمل ازاي. ده الايه ولازم يكون البلان ده ساينتفك، ما يكونش ايه يعني ايه بالتقل يعني بمزاجك كده، لا هو المفروض انت داخل عارف تعمل ايه. طول ما انت عم قدامك خريطه وتمشي عليها في الفاجينال سيرجري بالذات ما هتلخبطش، ما تشيبس ما تسيبش الامور بتاعتك حسب ما اتفق، لانك حسب ما اتفق دي في الفاجينا ما تنفعش. اتفقنا يا جماعه؟ اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في كل حاجه. طبعا دي الصوره النهائيه، في حتت من الفيديو ما كانتش متصوره كويس انا شلتها، اللي هي اهم حته اللي هي حته الايه ناخد البيوبريك تاليز مكان الايه النائب اللي كان مصور ما كانش مركز معانا شويه الظاهر او كان دايخ او حاجه فما كانش موضح. دي طبعا ايه احنا خلاص بقى قفلنا سكن، شايفين البرنيام بقى جميل ازاي، برنيام بقى في برنيام وبقى في هنا الكنال اهي وفي في فاجينال يعني في عندي برنيام 2.5 سم اهو. وهعمل ايه الوقت هعمل تيستنج للريكتم بايدي خلاص تمام التمام والدنيا حلوه خالص. والحلقه وعلى فكره الحاله دي جت لنا بعد 6 شهور يعني بتدعي لنا كلنا في اسم 15 ان هي براكتس دي انتر كورس. احنا طبعا بنسيب العيانين دول نقول لها ما فيش اي انتر كورس لمده شهرين او ثلاثه. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.